ونتابع مع حضراتكم الآن الأخبار الاقتصادية، الجولة في أخبار المال والأعمال، وفاطمة خليل. إليك فاطمة. شكرا يوسف عبدين، شكرا نهى توفيق، وأهلا بكم مشاهدينا وجولة اقتصادية جديدة. أكد الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس أن توسعة المنطقة الجنوبية للقناة هدفها هو زيادة استيعاب السفن التي تعبر من المجرى الملاحي، وأضاف ربيع أن الهيئة تسعى لإتمام ازدواج قناة السويس بصورة كاملة لأنه سيساهم في زيادة معدل العبور اليومي للسفن ويقلل من الحوادث داخل المجرى الملاحي. الموضوع كويس قوي، الموضوع كان موجود، ما كانش يعني احنا بنقولش ان احنا اخترعناه، الموضوع كان موجود في الأدراج، طلعناه ودرسناه كويس جدا وعرضنا على سيادة الرئيس، وسيادة الرئيس ناقشوا معانا كتير جدا واتدرس كويس قوي برضه في الرئاسة، وتصدق عليه كمشروع قومي لقناة السويس. أنا عايز أقول إن المشروع ده هيبقى هو حجر الزاوية لاستكمال الدبلينج لقناة السويس، أو إن تبقى كلها بالكامل قناة ازدواجية كاملة. يعني إحنا بنحط أساس مش بس مجرد مشروع، لا ده هيفضل مستمر معانا. يعني إحنا لو بنزود ال 40 متر في جهة الشرق في المشروع ده، يعني في 30 كيلو، وبنزود الاعماق من 66 قدم ل 72 قدم، يعني من 24 متر ل 72 متر، وبنعمل في البحيرات المرة الصغرى 10 كيلو ازدواج عشان يبقى عندنا قناتين 250 متر تانيين، يعني الجزء ده 250 متر، بنعمل كمان 250 يبقى 500 متر، يبقى عندنا قناتين في الجزء ده رايح جاي، يضافوا الى قناه السويس الجديده اللي هي 72 يبقى 82 متر، يعني بنتكلم على حوالي 17% كمان زياده في قناه السويس الجديده. فقصدي ده مشروع مستدام هيصلح للاستدامة في قناة السويس، ناهيك عن العائد من هذا المشروع. كما أعلن الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس أن نسبة الحوادث التي تقع في المجرى الملاحي للقناة ضئيلة للغاية ولا تمثل أي خطورة، وأضاف ربيع أن معدل الحوادث بلغ 9% من عدد مرور المراكب بالمجرى الملاحي، مشيرا إلى أن ذلك وضع طبيعي. نتكلم عن نسبة 9% حوادث من عدد المراكب اللي بيمر، طبعا نسبة ضئيلة جدا، يعني تكاد تكون صفر. 9% من عدد المراكب بيمر في قناة السويس كإحصاء عملناه، يعني عشان لما الناس بدأت تتكلم إن في حوادث كتير بتحصل في قناة السويس، لا ده مش كتير ولا حاجة، لا ده وضع طبيعي. لكن هو المهم إيه؟ هي المهم الحادثة اللي حصلت، ولا المهم إن أنت بتتعامل إزاي مع الحادثة؟ يعني هو ده بقى المهم، إن أنت برضو أول حاجة عندك اللي احنا الرؤيه اللي قلناها والاستراتيجيه بتاعت الهيئه اللي احنا قلناها، المحافظه على الامان والاستدامه في قناه السويس ان تتعبر في التوقيت اللي احنا قايلين عليه. هذا وقال الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس إن إيرادات قناة السويس بلغت خلال عام 2022-2023 حوالي 9 مليارات و400 مليون دولار، بزيادة 35% عن السنة الماضية. كما أكد رئيس الهيئة أن قناة السويس ليست للإيجار، وأن ما يثار من شائعات عن تأجيرها لمدة 62 عاما غير حقيقي بالمرة. طبعا هو غير وارد موضوع أن احنا نخصص حاجة في قناة السويس أو أنها تتأجر ل 69 سنة أو 99 سنة، أو عايزين نقول أن أصول الهيئة دي ملك المصريين، وتبقى للدستور أي مشروع لقناة السويس لازم بيرجع للشعب عن طريق مجلس النواب، لكن غير وارد الموضوع ده تماما. يمكن احنا اتكلمنا عليه لما كان كلام على الصندوق السيادي قبل كده، وقلنا أن ده ملوش دعوة خالص بقناة السويس في بيع أصول أو رهن أصول، فده الموضوع طبعا بعيد عن الموضوع. الموضوع الثاني بالنسبة للبورصة، فعلا احنا طرحين شركة الرباط 20% منها كتجربة في طرح الحكومي. احنا دايما بنتمشى على فكرة، هيكروسوس دايما بتمشي مع الحكومة ومع سياسة الحكومة ومع الدولة، يعني دايما مشجعة لها. فاحنا الشركة دي شركة واعدة وناجحة ومحققة نجاحات كبيرة، فاحنا طرحين 20% في الاطروحات 20% منها، ودخلناها في شركه قابضه دلوقتي عشان ينفع الموضوع ده كمبدا ان احنا ممكن نكمل الموضوع ده، لانه برضه هيبقى فيه عائد كويس ما دام الشركه ناجحه، يبقى فيها اقبال على الاسهم بتاعتها، وبالتالي هيبقى فيه عائد يعود على قناه السويس وعلى الدوله.
أصدر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء تقريره ربع سنوي حول الصادرات السلعية غير البترولية. تضمن التقرير نظرة عامة على هيكل الميزان التجاري غير البترولي خلال الربع الأول من العام الجاري مقارنة بالعام السابق، بالإضافة إلى الميزان التجاري بين مصر وأهم الشركاء التجاريين. وأشار التقرير إلى انخفاض قيمة العجز التجاري غير البترولي خلال الربع الأول من العام الجاري بنسبة 31.4% مقارنة بالربع نفسه من العام السابق، وذلك لانخفاض قيمة الواردات غير البترولية. كما تناول التقرير أهم الشركاء التجاريين لمصر خلال الربع الأول من عام 2023، حيث جاءت الصين في المركز الأول كأهم الشركاء التجاريين لمصر بحجم تبادل تجاري بلغ نحو 2.9 مليار دولار خلال الربع الأول من العام الجاري. تلتها تركيا بحجم تبادل تجاري بلغ 1.7 مليار دولار، ثم الولايات المتحدة ب1.6 مليار دولار، ثم السعودية بحجم تبادل تجاري بلغ 1.5 مليار دولار. في أسواق البترول العالمية انتعشت أسعار النفط خلال التعاملات مع تراجع محتمل لمخزونات الخام الأمريكية، وهو ما طغى أثره على مخاوف مرتبطة بالطلب الصيني. صعد خام برنت بنسبة 1.3% ليصل إلى 76.68 دولار للبرميل، كما ارتفع خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي بنسبة 1.36% مسجلا 72.16 دولار، وارتفعت أسعار المازوت عالميا بنسبة 1.21% لتصل إلى $2.52 للتر، كما ارتفعت أسعار الغاز الطبيعي بنسبة 1.48% لتسجل $2.52 لكل مليون وحدة حرارية بريطانية. أبدى رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي جيروم باول تمسكه بخفض التضخم إلى مستوى 2%، مما أثار المخاوف من اتخاذ مزيد من إجراءات التجديد النقدي. أضاف باول خلال كلماته أمام الكونغرس الأمريكي أنه يتوقع أن يرتفع أسعار الفائدة بأكبر اقتصاد في العالم بحلول نهاية العام. كما أضاف رئيس مجلس الفيدرالي الأمريكي أن الوصول بالتضخم إلى مستوى 2% لا يزال بعيدا، مشددا على رغبة المركزي الأمريكي في الوصول إلى النسبة المستهدفة. مشاهدينا، نهاية هذه الجولة الاقتصادية، عودة مرة أخرى ليوسف ونهى لاستكمال ما تبقى من التاسعة. شكرا لك فاطمة.